محكمة جناح مستأنف القاهرة الجديدة النهاردة حكمت على اللاعب عماد متعب مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي بالحبس 3 شهور مع إيقاف التنفيذ بتهمة التعدي بالسب والقصف على ضابط شرطة أثناء تأدية الأخير عمله. أصل القصة دي إن كانت محكمة جناح القاهرة الجديدة كان سبق وأصدرت حكم أول درجة بحبس متعب لمدة 6 شهور وتقدم باستئناف على الحكم قدام محكمة الجناح المستأنفة اللي أصدرت حكمها النهاردة. نروح لفاصل كده وصلنا مع حضرتكم لنهاية الجزء الأول من فقرتنا النهاردة، طبعا التغطية الإخبارية لأهم الأحداث اللي حصلت النهاردة بعد